مباريات الدوري السعودي، دوري روشن، هناك قصص في المدرجات، هناك ناس، هناك مشاهدين يتابعون المسابقة ويعيشون معها في المدرجات من خلال آذانهم وشعورهم. تابع هذا التقرير. تشهد مدرجات الملاعب وجوداً معتاداً للجماهير التي تريد مشاهدة فرقها عن قرب والاستمتاع بما تراه من أداء داخل المستطيل الأخضر. وفي النسخة الحالية من دوري روشن السعودي شهدت المدرجات تواجد مشجعين من فئة المكوفين لم يمنعهم فقدان البصر من الحضور لتشجيع ومؤازرة فرقهم. مشجع نصراوي وأحب أحضر لمباريات النصر في كل مكان على مستوى المملكة. عاشق اتحاد من التسعينات. الاتحاد هو اللي يعطينا أمل ودافع للحياة لنا لي أنا بالذات يا فهد كاتحادي. هم لا يرون ولكن لديهم القدرة على الشعور بكرة القدم وأحداثها. الجماهير يشدون شوي من أجرهم وإن شاء الله أن يحققون الأفضل إن شاء الله. الرياضة هي متنفس لنا كمكوفين، هي الرياضة تجمع الشعوب. الحمد لله أني وصلت لهذا المستوى والناس عرفت أنه حتى الكثيف يشعر بالمباراة وممكن أن يحضر لها ويستمتع بها. لقطات مؤثرة، المدرجات تشهد صديقا يصف أحداث المباراة لصديقه الكفيف. طبعا اللي حوالي إذا كان جات هجمة يصيحوا يقوموا، أو إذا كانت ضاعت هجمة طبعا تسمع الحسرات. المشجع الكفيف يبصر بأحاسيسه ومشاعره في مدرجات اللعبة التي أحبها. أنا أعرف ردات الفعل سواء كانت من الحكام أو الجمهور أو المدربين، فأشعر بالإحساس اللي موجود في الملعب من خلال هذه الردات. يتفاعلون مع أحداث المباريات من خلال هتافات الجماهير وإيقاع أصواتهم. أول شيء أشكر أبو فيصل وأستاذ أحمد كعكي واللاعبين والمدربين على إدخال الفرحة لنا والسرور بطولة السوبر والبطولات الجاية. نقول إن شاء الله نراكم في أعلى المراتب بإذن الله. هؤلاء المشجعين هم نموذج لفئة تحتاج أن يكون لها وضع خاص في ملاعبنا. والله نحب أن يكون يعني كل واحد يلبس سماعة في أذنه يكون أحسن ويكون في مكان مخصص لهم تحت بدل يركبون الدرج الطويل. أتمنى يعني توفير الأدوات اللازمة لحضور المكفوفين في المباريات وبالذات تكون أجهزة صوتية. عبر برنامج أكشن مع وليد أبو بدر، هو عزيز على قلوبنا كلنا، أمل بأمير الشباب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. أتمنى الملاعب والمنشآت الجديدة يكون يدخل فيها البرامج الصوتية. أسلم على الدكتور سلطان المحياني وبالأخص جمال عارف، معنا مع الإعلام الكبير العريق، بس أنا أختلف مع الرأي محمد العنزي الله يطول عمره.